بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة المتتبعين ديال الصفحة ديال هدى تي في، أنا فلاح الفما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة، اليوم عندنا واحد المشروع، بحال واحد المشروع سبق نجزناه الحمد لله، ألا هو دار القرآن. هذه واحد المؤسسة كيحفظوا فيها التلاميذ القرآن، وتكون فيها دروس دينية كما تشوفوا الإخوان ما شاء الله. شحال تقرا هنا كاين شي 50 على حسب كما سمعتوا كاين واحد العدد ديال التلاميذ تيقراو هنا. لحسن الحظ توقفات هذه المؤسسة لأنه عرفتوا الظروف اللي كاينه دابا، ولكن غادي تبدا الأنشطة ديالها إن شاء الله باش تقرا التلاميذ القرآن والعلوم الشرعية إن شاء الله، وفي نفس الوقت يتقاموا كل أسبوع تتقام واحد الحلقة ديال 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 العلم في هذا المكان. الإخوان اللي بغينا نقول لكم هذه المؤسسة اتصلوا بنا الإخوان محتاجين أن نعود نغيروا لها الفرش ديالها، كما تشوفوا الفرش ولا شوية متهالك، فبغينا نغيروا لهم إن شاء الله الصباغة ديالهم، نغيروا لهم الطابيات، نغيروا لهم الطابي فين كيجلسوا الأطفال. فكما سبق شفتوا كنا درنا بحال هذا البروجي هذا في الأطلس ديال واحد المؤسسة اللي كنا فرشناها، وفرحوا الدراري وفرحوا الناس اللي مقيمين عليها. فلهذا الإخوان الله يجزيكم بخير، بغينا نزيدوا في هذا العمل هذا لان هذه صدقه جاريه اللي بغى يساهم في هذا الخير هذا، فمرحبا به باش نعاودوا نجددوا هذه المؤسسه ان شاء الله باش الاطفال اللي يقراوا هنا ان شاء الله، وهذه حسنه جاريه اللي بغى يساهم في هذا الامر هذا ان شاء الله تعالى. الاخوان، التكلفه ديال هذا المشروع هذا ان شاء الله 3500 اورو، التكلفه ديال هذا المشروع 5000 اورو. غادي نبدلوا الطابيت كامل يكون جديد ان شاء الله، الاماكن اللي جلسوا فيها الاطفال نفس الطريقه اللي درنا في المؤسسه السابقه غادي نديروا حتى هنا في هذه المؤسسه ان شاء الله تعالى. فلهذا اللي بيتعاون في هذا الخير واللي بيساهم في هذا الاجر هذا فباب الخير مفتوح، اللي بيساهم في هذه الحسنه وهذه الصدقه الجاريه فنسال الله تعالى ان يرزقه الجنه ويصلح ليه الدنيا ديالو، يصلح ليه الاولاد ديالو، يصلح ليه العائله ديالو ويشفيه ان شاء الله. كما تشوفوا الاخوان اهل الجنه. هذه رسالة إلى أهل الجنة، اللي بغى الجنة ديالو يساهم في هذا الخير هذا ويساهم في هذه المؤسسة باش تعاود تحيا من جديد إن شاء الله، ويعاودوا الأطفال يقراوا القرآن يقراوا كتاب الله. ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم سائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.